هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم بيسان اصدقاء، اهلا فيكم بفيديو جديد. حبايبي فيديو اليوم كتير حلو، طبعا اول مرة اليوم في بنشاط وبحيوية بجهز حالي بسرعة. تخيلوا فقت الساعة 8، من زمان ما فقت الساعة 8، بس المنظر هون والشي اللي عم شوفه هون كتير بيعطي طاقة ايجابية وهيك بحسسني انه النهار حلو. خليني اورجيكم، بس شوفوا اول شي الاطلالة، شوفوا واو، مسبح، بحر، جد المنظر كتير بيعطي طاقة ايجابية. شوفوا هون البرندة تبع غرفتنا، شوفوا اطلالة الغرفة كيف واو، عن جد شي بيعطي طاقة ايجابية. وهي هي الغرفة، تمام. هون انا بنام، هنيك حتنام بتنام ماما، وهون مثل يعني مراية، اوكي، وهون شاشة، وهون الحمام مثل ما نكون شايفين، تمام. طبعا اليوم حبايبي لغيت كل المواعيد وكل شيء لحتى بس اقضي نهاري بهذا الاوتيل، تمام. فبما انه بلشت نهاري بنشاط لهيك خلينا ننزل ونفطر هلا لانه وقت الفطور، فخلينا ننزل ونفطر واعمل كم شغله هون لانه في كتير شغلات بهذا الاوتيل، في مساج، في صالون، في حمام، يعني في كتير شغلات. لهيك خلينا ننزل مع بعض ونشوف ونتفقد الامور مع بعض. رح اقضي يوم كامل بهذا الاوتيل، فخليكم معي، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس. اوكي نازلين على الفطور، حلوة كثير حلوة. اوكي هلا هون الفطور، اوكي خلينا نروح نشوف اول شيء. اوكي يا جماعة شوفوا هذا الفطور، جد 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 شيء شهي، في كل شيء، كل شيء بخطر على بالكم، لبنة، سلطة، كل شيء. اوكي طبعا ضل الطبخات الموجودة. ماما هي لحم بس؟ طيبة والله. اوكي خضار، بندورة مشوية، بيض، بيض مسلوق، يا جماعة هذا صحني حاليا. لا لا سوريا سوريا. اوكي حبايبي طبعا خلصت الفطور، طبعا الفطور بجنن. اقعد هيك اورجيكم البحر شوي واورجيكم المسبح، ويس خليكم، جد شي بشهي والله. شوفوا هون صاير مثل شلال، اوكي واو. انا قاعدة على البحر، شو مش طبيعي. شوفوا يا جماعة شوفوا احنا وين الاوتيل، وين شوفوا هاي النخلة بيسموها، وهيك بدلت ثيابي ونازلة اسبح. الجو بجنن، المسبح بجنن، كل شيء بجنن. اوكي خلينا ننزل يا جماعة، الشوب مش طبيعي، يعني قد ما قلكم مش طبيعي مش طبيعي. او ماي جاد. اوكي حبايبي طبعا لبست اواعي السباحة، وهون هاسبح
جاي عن جد كتير متحمسة ان لاني كتير متحمسة اني انزل لانه كتير شوب لهيك تعارمة. اوكي حبايبي شوفوا شو اكلت وهلا قايمة صار وقت السباحة تعالوا معي. سبحت خلصت وانا هلا هون جا على بالي انام لاني كثير هيك حسيت باسترخاء طبيعي والشمس ضاربه يا اطفال مو مفيقيني ها اوكي ماشي. مثل ما شايفين وشي ما ادري شلون لاني نمت تحت نمت على هي واو جد نومي بتجنن. اوكي هلا البس البرنس ورايحه اعمل مثل هيك مساج وحمام يعني هيك حمام بخار وما بعرف ايش فخليني انزل اشوف وين لانه صراحه ما بعرف وين لازم اسال بالاول ف خليكم معي لازم استرخاء بس الواحد يسبح. اوكي حبايبي طبعا انا هلا بالسبا رح اعمل سبا هون فالريحه بتجنن يعني ريحه كثير 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 طيبه حصور لكم شوي المكان شوف شو حلو كثير كثير مكان حلو ورايق. تمام تمام اوكي بساعدك اليوم برايا والنسبة وانا رح اشرح لك كيف رح يكون التريتمنت اللي انت رح تعمليه اليوم. تمام اوكي التريتمنت اسمه سالت اوف ذا ايرث. اوكي تفضلي معي على البلاندر وانا رح اشرح لك كيف رح تعملي. سو هذا هو البلاندر تبع سالت اوف ذا ايرث. سو انت التريتمنت رح يكون سكراب لكل الجسم رح يكون بعدورة. لا انا من اول ثانيه حنام. او ماي جاد شو حلو. بعد ما عملنا تقشير لجسمي كله حطولي تبع النايلون وهيك مثل فرشة كلها نار نار انه كثير مشوبة حاليا مشان شو؟ مشان تعرق الكاسون مشان تطلع السموم من الجسم انه يعرق الجسم كله وتطلع السموم وبعدين بروح بتحمم وهلا عم تعمل السموم عندي. اوكي حبايبي طبعا خلصت حمام وهلا حطيت هذا الشيء سخن كثير بس كثير ريحته طيبة وهيك كثير حلو. تمام وصبت لي كاسة شاي هون ويس كثير شيء حلو عن جد I like it. اوكي يا جماعة هلا حان وقت الجاكوزي
خلصت الشوي اللي شفتوه. طبعا اول شيء قشرت جسمي كله، بعدين فتت حمام، بعدين حطوني بهذا الكيس السخن، بعدين رجعت فتت حممت. يا جماعه عجد هذا الاوتيل اسمه ذا ريتريت باي ام جاليري، اوكي. هذا الاوتيل بجنن طبعا، مثل ما شفتوا عملت سبا هون، خلصت وعملت راب، سبا وراب، ف كثير انبسطت وكثير فرحت، وجد شيء تجربه بتجنن. طبعا اول مره بفوت هيك مكان يعني انه كذا، لانه ما يعني اصلا ما عندي وقت اني اروح مساج وهيك وما بعرف شو تقشير بشره، بس بهالاوتيل تحمست اني اجي واجيت، وجد طلعت النتيجه بتجنن، كثير انبسطت. ف بس هلا انا طالعه. ثانك يو، جود باي. عفوا، كيفك شو اخبارك؟ كيف كان التريتمنت؟ عن جد اميزنج، جد شيء بجنن. اوكي حبايبي، لبنى تشرفت كثير فيكي. واحنا تشرفنا فيكي كمان. شكرا. واليوم كان كثير حلو معك. كثير. وانا كل الفولورز اللي بيجوا من عندك بعمل لهم سبيشل ديسكاونت. والله. بيجوا يشوفوا ذا ريتريت بام دبي، رايا سبا، عن جد عن جد شيء كثير حلو، بتعمل تريتمنت كثير كثير حلو. يا جماعه كثير كلكم تعالوا، لانه اي حدا بيقول لها انه هو من طرفي حتعمل له خصم خاص. اكيد اكيد. فكلكم تعالوا، جد يعني تجربه بتجنن، انا بنصحكم فيها. فشكرا كثير لك لبنى، وكثير تشرفت معرفتك. يلا باي باي. تخيل قلبك. شكرا. اوكي حبايبي، خلصت من تبع البشره ومدري شو لازم استعمله هيك. هلا حان وقت الصالون اللي هو شعري. لهيك هاي، هاو ار يو؟ هاي كيفك؟ اوكي هلا حغسل شعري و حاعمل ماسك لشعري كثير حلو مشان يروح لي التقصيف وهيك وينعم شعري اكثر. تمام، وبعدين حاعمل اي شيء. اوكي حبايبي، خلصت من ماسك الشعر، وهلا عمرو عم يعمل لي شعري، عم اعمل له سشوار اول شيء. هاي عمرو، كيفك؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام. حنخلص حوريكم النتيجه، طبعا انستغرام عمرو حاحط لكم اياه تحت بالوصف. اي حدا بده يعمل شعره يجي لعند عمرو، ماله غير عمرو. ف نعطيه خصم 30%. يس، شفتوا مدعومين متابعيني. اي حدا بيقول انه هو من طرفي رح يعطيه عمرو 30% خصم، تخيلوا. فالكل ينزل على انستغرام تحت ويتابع عمرو ويجي لهون. بحبكم، حطوا لايك واشتركوا بالقناه. اوكي هي كانت النتيجه. شكرا كثير لك عمرو، يسلم ايديك. وبس مثل ما قلت لكم حاحط لكم انستغرام عمرو تحت، وشكرا كثير لك. اهلا وسهلا. خلصت. اوكي حبايبي، وهلا حان وقت الاجواء المسائيه اللي بالفندق. رح اورجيكم الاجواء المسائيه اللي حتكون هون. اول شيء هذا المطعم. اوكي اوكي، هيك العشاء بيكون. او ماي جاد. اوكي اوكي اوكي، هون هيك 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 هيك. بعدين برا بيكون المسبح والبحر بنفس الوقت. خليني اورجيكم برا كيف. هلو. ليك وين احمد ومرتا فكره. اوكي هون المسبح فاضي حاليا لانه في نسمه، لهيك ما حدا بيكون عم يسبح هلا. وهنيك البحر، ما بعرف اذا مبين عليكم البحر، حتى انا اصلا الحقيقة ما مبين علي. هاي النجوم. هاي النجوم. هاي كيفكم؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ شو اخبارك؟ هاي
شو اخبارك؟ انتوا على اللايف؟ انتوا على اللايف مباشرة. واو. طبعا نجوم نجوم. دخي قلبكم عن جد عن جد عاملين شغلات على اليوتيوب هن شيء بيجنن يا جماعة. وحنعمل جيمون نحن كمان. أكيد إن شاء الله. اوكي حبايبي طبعا هلا قضيت معكم يوم كامل بالفندق تمام من الصبح للمساء فانا كثير انبسطت بهاليوم وبحب لكم ان شاء الله بشوف فيديوهات بتجنن وان شاء الله حصير نزل لكم فيديوهات يوم اي يوم لا يوم اي يوم لا مثل ما هلا عم اعمل حاليا فهاي كيفكم شو اخباركم جد جميل قوي صراحه صوتي جميل قوي ها هلا بس برجع انتوا المصريين بقى لهجتكم كده كده حلوه مو نعم لهجت نعمه ايوه نعمه اوكي حبايبي بحبكم كثير رح احط لكم كل معلومات الفندق وكل معلومات اللي لازم تعرفوها تحت وبتمنى من الكل يجي على هذا الفندق لانه جد بجنن هون اضاءه واو اوكي بحبكم كثير حطوا لايك اشتركوا بالقناه